السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بندر تاع الشعر. المشاريع تاعهم وندير لكم إن شاء الله الطريقة نتاعهم كيش يخدموا. الطريقة نتاعهم سهلة، لكن بزاف الأخوات اللي طلبوا مني قالوا لي دير لنا الطريقة نتاع هذا البندر. هذا البندات المشاريع تاعهم راهم يتمشاو بزاف، راكم شايفينهم حتى في المحلات راهم كاينين برا يبيعوهم، راهم يبيعوهم 20,000 25,000، لكن راهم يديرون بالقماش. لكن غيرت القماش، درت حتى بالدونتيل، الدونتيل عاود جوج. المهم نعطيكم الطريقه ونعطيكم العبر. نبداو على بركه الله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا ناخذوا العبر نتاع الدوره نتاع الراس. هيا باش تاخذوا العبر نتاع الدوره نتاع الراس بهالطريقه. البوندات نتاع البوندات تاع الشعر كي تخدموهم، او البونيات تاع حتى البونيات، ديروا العبر بهالطريقه. ديروا العبر نتاع الدوره نتاع الراس نتاعكم والارتفاع عاود العرض نتاع الراس بهالطريقه. هيا شوفوا هنا، هذه هي. كاين بزاف الاخوات قالوا لي عطينا كيش ديري القياسات نتاع البونيات او البوندات بهالطريقه تاع عبر. هنا دائما عندنا الدوره نتاع الراس نديرو 56 سنتيم حتى ل 60 سنتيم. كل واحد عنده الدوره نتاع الراس نتاعه يدير العبر. ها هي هنا، هذه هي، هذه هي الطريقه اللي ناخذ بها العبر نتاع الدوره نتاع الراس او العرض نتاع الراس. ها هي البوندة نتاعنا، هذه راني دايره فيها 54 سنتيم. نعطيكم نتاع الدونتيل، هيا غادي نخدمها. خدمت قلت لكم راني نخدم بالدونتيل، بالدونتيل راهم يجيو شابين. ها هو هاد الدونتيل تاعنا، قلت لك الدونتيل شريته 15,000 في المتر. هاي تحتاجو زوج، هاي تشريو تقدروا ديروا فيها متر و متر متر و 5 سنتيم، هكا تجيبوا متر و 5 سنتيم متر و 6 سنتيم باش تخدم لكم بوندا واحده. هيا تجي كيما نقولوا، تقدروا ديروا 52 سنتيم على جهه و 52 سنتيم على جهه، تكفيكم. الدونتيل هذا يتكسل، هاو يتكسل مليح. شحال راني دايره فيها هنايا؟ راني دايره 52 سنتيم. هاي 52 سنتيم تاع الطول، والعرض نتاعه يجي ها هي يجي 18 سنتيم. كاين اللي يجي فيه 17 سنتيم، كل واحد والعرض نتاعه. هاهي نخيطو، شوفو كيش أنا غادي نخيطها، نخيطها بهاد الطريقة، مانيش غادي نخيط لداخل، منقلبش فيها هاد نخليلها هاد الديكور، هذا نخليه، ونخيط هنا. تقدرو تخيطو لداخل وتقلبو، بهاد الطريقة وتقلبو، تقدرو تخيطو من برا، شوفو، نخيط من نخيط هنا ونخلي هاد هذا من هذا منديرهاش لداخل. هذا يقعد لنا باش تقعد لنا البوندا تاعنا شاب. نديرو الطريقه نتاع الخياطه نتاع البوندا تاعنا تاع الدونتيل. هاي نخدم البوندا تاعي تاع الدونتيل، تشوفوا الوجه تشوفوا الكفة. ها هي قلت لكم نخيطها هنا، نخلي لها هذا الديكور تاعها هنا يبان باش تجينا البوندا شاب. بسم الله الخياطه نتاع بيزو بيزو اللي تكون تكسل دائما تجبدو لعند. ها هما خيطتهم في زوج، نجيو يجي لنا هنا، شوفوا بهذه الطريقه ديروا. يجيو بهذه الطريقه، ها ديروهم كرواز وتخيطوا ونخيطوهم.
هاشوف هنا وتخيطوا هيا وتخيطوا بهذه الطريقه. لقيتها هنا لقيناها، نقصوا الزياده، دائما تقصوا اللي بقى لكم. ها هو وتجيو بهذه الطريقه هنا، هاي شوف هاي بهذه الطريقه. تستعملوا هنا، تستعملوا عندكم ليستخاس، تقدروا تستعملوا ليستخاس، عندكم حاشيه او بوند او بقالكم الدونتيل تقدروا تستعملوه. هاي بهذه الطريقه تقدروا ديروها من زوج جهات، من الجهه نتاع الامام والجهه نتاع الخلف. هذه هي البوند نتاعنا. نلصق لهم الليبول، هاي نلصق الليبول بهذه الطريقه انايا باش تجيني الطريقه سهله. نلصق نحطهم بالكولا ونولي باش نلصقهم هكا يجيكم شويه صعب. هنا ندير بهذه الطريقه ونولي نلصقهم في نتاع ليبول. ها هي نزيد نكملهم بهذه الطريقه، نلصق ليبول تاوعي نقبضهم بالمسمار ونوريكم النتيجه. النتيجه النهائيه نتاع البوندانات تاوعنا نتاع شعل البندانات او البوندات او كل واحد وكيش يسمي، المهم حنا نقول لهم بوندات نتاع شعل. ها هي شوفوا النتيجه النهائيه، هذه تقدروا تلبسوها باي طريقه، تلتبس على زوج نتاع الطرق او ثلاثه. شوف تقدروا هنا نحيد هذه، ها هي شوفوا تلبسوها بهذه الطريقه، تقدروا تلبسوها بهذه الطريقه، تقدروا تلبسوها بهذه الطريقه. عاود نوريكم هنا في الجهه نتاع الخلف، ها هي تقدروا تلبسوها من بهذه الطريقه. ليبول يجيوكم من الخلف، يجيو هنا من الخلف، تقدروا تلبسوها كتين او ثلاثه. المهم وريتكم الجهه الاولى وهذه الجهه الثانيه، ها هي شوف ليبول يجيوكم من الجهه تاع الخلف، تقدروا تلبسوها بهذه الطريقه. هيا هنا شوفوا، ها شوفوا هادو يجيوكم كي تلبسوها من الجهه تاع الخلف، هادو يجيو على زوج، يجيو كيف كيف يجيو على زوج جهات، لكن الجهه الثالثه يجيوكم هنا. هيا تجي الخياطه من برا، تجي الخياطه من الداخل، ها هي وتلبسوها بهذه الطريقه. ها شوف تلتبس لكم بهذه الطريقه، تلتبس هذه هي الطريقه الثالثه اللي تقدروا تلبسوها بها، تلبسوها لكم على ثلاثه نتاع الجهات. انتم تحاولوا كي تستعملوا كي تخدموها جربوا وشوفوا، لكن بهذا الدونتيل، بالدونتيل نتاع القوس اللي فيه هنا فيه القواس، قلت لكم ما تدخلوش لداخل. ها هي شوفوا البونطه نتاعنا تجي شابه في الشعر. المهم قلت لكم تقدروا تلبسوها على ثلاثه الطريقات. ها هي ها هو الخلف نتاعها، شوف ها هي هنا تجي في الخلف وهنا الامام. هذه وهذه نتاع الدونتيل حتى هي تبيعوها 25000 حتى 30000، لكن تحسبوها ب 25000 الا خدمتوا وتخدموا كميه كبيره، تحسبوا ب 25000 باش تساعدكم وتساعد الزبائن.